السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى عن رؤى وعلامات في المنام تدل على الستر، ان ربنا هيسترك مش هيفضحك، ان ربنا هيسترك مش هيفضحك. أحبابنا الكرام، رغب ربنا عز وجل في الستر، ورغب رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في ستر المسلمين. فربنا سبحانه تبارك وتعالى بيقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالعلماء بيقولوا ان ربنا امر بعدم التجسس، ومن تتبع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع ربنا عز وجل عورته فضحه في عقر بيته والعياذ بالله. ومن كلام العلماء: الناس رجلان، رجل مبتلى ورجل معافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. ومن عير أخاه، كلام تاني، ومن عير أخاه بذنب ارتكبه لن يموت حتى يفعله، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وقالوا: ليه ربنا أمرنا بستر المسلمين؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بستر المسلمين؟ قال: لأن إظهار عيب في المسلمين كإظهار عيب في الإسلام، ومن يقوى على أنه يظهر عيبا في الإسلام. ربنا سبحانه تبارك وتعالى بيقول في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يبقى لازم نستر، لأن فتح المسلمين فتح للإسلام. كمان إن هناك من الأشياء اللي لابد لما اجي اتكلم فيها مع الناس لابد يكون معايا 3 شهود غيري، فان لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. قال له: اما تجيب 3 شهود معاك، والا حدا في ظهرك يجلد 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. يبقى حس الشرع الكريم، ربنا عز وجل حثنا على الستر، الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم حسنا ان احنا لابد ان يستر بعضنا بعضا، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. طب هل هناك منامات تدل على الستر الجميل؟ نعم، من هذه الدلالات يا احبابنا الكرام، واول دليل واقوى دليل الستاره، الستاره في المنام. فالستاره في المنام في بدايه الامر للعزباء تدل على الزواج. ستر هنا ستر. طب الستر ده يعني ايه للعزباء؟ يعني الزواج. ولربما ان لو حد خايف ورأى الستارة في المنام دل ذلك على ان الله سيستره بستره الجميل، خصوصا لو كان الستارة خضراء فتبقى دي من الله مباشرة. طب لو العزباء رأت ستارة سوداء دل ذلك على انها تنتقل من العزوبية إلى أن هي تكون ست في بيتها، فالأسود في الرؤية سيادة، وهذه رؤية طيبة. من هذه الرؤية أحبابنا الكرام كذلك اللباس الجديد الساتر. تقول لك: أنا لابسة فستان، بس الفستان مغطي لغاية رجلي في الأرض. يعني لباس ساتر، فستان ساتر. فالفستان الجديد في الرؤية ستر جميل من الله سبحانه وتبارك تعالى. وربنا عز وجل في القرآن بيقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري يستر سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى اللباس الجديد بدليل الآية إن هو ستر جميل من الله سبحانه تبارك وتعالى. طب واحدة شايفة في الرؤية ان هي بتغطي واحدة عريانة، بتغطيها، فده دليل على ان الله سيسترها. من ستر مسلما ستره الله، الجزاء من جنس العمل.
هي في واحدة عريانة وهي سطرتها، أو واحدة عريانة ورمت عليها جلبية أو رمت عليها فستان أو لمت عليها ملاية أو شيء من ذلك القبيل، دل ذلك على أن الله يستر الرائية. ولو رآها رجل لستره ربنا عز وجل بستره الجميل. طب إيه كمان قالوا من ذلك؟ إن هي ماشية في الشارع رأسها عريانة، أو انتبهت إن هي ماشية في الشارع عريانة وخافت وبتقول إزاي، طب أنا فحد أعارها ستر، يعني واحد عطلها حاجة تتغطى بيها في الرؤية، دل ذلك على ستر الله الجميل لها. الخوف كمان في الرؤية دليل على الأمن، لو هي خايفة والعياذ بالله من الفضيحة في الحقيقة، فالخوف في الرؤية لو شافت إن هي خايفة في الرؤية دل ذلك على الأمن. وكمان قد تكون النجاة بالنسبة لها ستر، النجاة بالنسبة لها ستر، لو هي خايفة من الفضيحة رأت سفينة فهي ستنجو من هذا الكلام وسيسترها ربنا عز وجل بستره الجميل. ده اللي كان عندنا النهاردة من علم. لو عجبكم الفيديو ريت نعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة تشرب من يشترك في قناتي، يفعل خاصية الجرس واختار منها الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.